إذا مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المسائي المباشر مباشرة من نواحي بن سليمان. أجواء ليلية مثيرة ورائعة والصورة أمامكم توضح ذلك. مرة أخرى مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المسائي المباشر مباشرة من نواحي بن سليمان. أجواء ليلية جميلة جدا هنا بنواحي بن سليمان والصورة توضح ذلك. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تي في، فأجواء جميلة جدا في هاد الأمسية، أمسية السبت بداية يوم الأحد، فأجواء رائعة، أجواء ليلية جميلة جدا. دائما مشاهدينا الكرام أرحب بكم في هذه الأمسية، أمسية السبت، أجواء ليلية جميلة جدا بالبادية نواحي بن سليمان والصورة توضح ذلك. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، فدائما تتابعون معنا هذا النقل المسائي المباشر نواحي بن سليمان. مرة أخرى مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المسائي المباشر. أجواء ليلية جميلة جدا بالبادية نواحي بن سليمان والصورة توضح ذلك. فجو مثير وجو هادئ وجو جميل جدا هنا بالبادية نواحي بن سليمان. فدائما أرحب بكم في هذه الأمسية السعيدة، أجواء جميلة جدا وأجواء رائعة. أجواء ليلية جميلة جدا هنا بالبادية نواحي بن سليمان. تحية للناس اللي كيكتبوا لنا كومنتير، فتحية لكم جميعا مشاهدينا الكرام. مرة أخرى مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شعب قناة شوف تي في، أرحب بكم جميعا في هذا النقل المسائي المباشر واللي من خلاله كنقل لكم الأجواء الليلية الجميلة. صراحة جو البادية يختلف كثيرا عن جو المدينة.